ليفربول يحسموها يا حبيبي، يحسموها يحسموها. أين يا السيتي؟ أين هو غوارديولا؟ قلتها لكم قلتها لكم، إذا محرز لا يجد في الملعب من يفوز، وهذا ما كان. ليفربول ذبحوهم في ملعب الرعب في الأنفيلد، وربما ربما 99.99% الدوري هذا الموسم ليفربول لن يفرط فيه كلوب، لن يترك غوارديولا يسرقه منه كما فعل في الموسم الماضي. غوارديولا أصبحت سيء في التكتيك، غوارديولا ربما انتهت فترته، غوارديولا انتهت عبقريتك، زمن العبقرية والتيكي تاكا الذي جاء بها غوارديولا انتهت. ربما غوارديولا أصبح مدرب عادي 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 جدا، أو ربما فاشل أيضا. لنقوشت شحال باقي لكم خاصنا من واحد؟ خاصنا لاعب واحد وحارس. حارس؟ إيه قول لي كيغاردي الشبكة. ايوا داك راه واقف اللي كان يديرو وديريه الثاني جاك واقف. السلام عليكم اخوتي، كتعاودوا هاني نشطين فرحانين كلشي زين الله يحفظكم. كنتمنى اللي كيشاهدنا وعجبو الفيديو تابونوا وفعل الجرس، وشكرا لكم بزاف كاملين. اليوم غنتحدثوا على المباراه اللي كتجمع اللي جمعات وانتهات، مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي اللي كنا كنتمناو غنشوفو منا أداء قوي من الطرفين وغيخلقو لنا مباراة للتاريخ، ولكن الأداء كان سيء من مانشستر سيتي وفازت فيها ليفربول بثلاثة وسحقت مانشستر سيتي وصلاح يسجل ومحرز غائب. أرجوكم أرجوكم أريد أن أوصل رسالة من هنا، لا تقارنوا بين صلاح ومحرز، لحد الآن لم يتنافسوا ضد بعض، ضد بعض لم يتنافسوا، لا تقارنوا بينهم. اليوم تألق الفرعون، مبروك للمصري مبروك. ومعنا في التحرير ضيف عزيز جدا من الأباطرة تاع القناة وغادي يتقدم. السلام عليكم اخي معاذ. يعني انا صغير اصلا عندك ما فاتك معنا وهادي. السلام عليكم اللي شفنا فهاد لاشين تاعنا، ومهم ابونا معاذ تلاميذ تاع لاشين. المهم ليس هذا موضوعنا، موضوعنا هو المباراة اللي جمعت بين مانشستر سيتي وليفربول. كيف جاتك انت المباراة؟ كيفاش فيها؟ ليفربول في الانفيلد ترعب الخصوم، خصوصا في الانفيلد ترعب الخصوم. ليفربول ليس لها مثيل في الانفيلد في الانفيلد. ولكن بالنسبة لنا واحد النقطة اللي ركزت عليها في المباراة وما باش تنسى ليها، علاش محرز ما تدخلوش بحال هذه المباراة، ما تلعبش به بحال مثل هذه المباراة اللي كلشي كيشوف بلي الشعب والعالم وبالخصوص الشعب العربي ينتظر الصراع بين صلاح ومحرز، لماذا لا يشركه في مثل هذه المباراة؟ محرز لاعب لاعب جميل وله مؤهلات جميلة، ولكن ما عرفش انا غوارديولا اش ما كيوظفوش، انه مكان رسمي رسمي له مكان رسمي في السيتي. ولكن واحد النقطة ديما انا تنقولها لهم، ديما تنقولها لهم من بداية، تنقول لهم بلي محرز ما كاينش شي لاعب كيعرف يصنع المحاولات، ولاعب كيخلق الفرص، ولاعب كيعطي اسيستات وكيسدد من بعيد عند السيتي بقدر محرز، وما كيلعبوش. لماذا؟ لا افهم، انا لا افهم هذه النقطه هذه، وباش تدخل لي دماغي مع غوارديولا. واش الفكر تاع غوارديولا بدا كيسالي؟ انا كيبان لي الفكر تاعو بدا كيسالي. كلوب هو كلوب هو غوارديولا قبل اصلا ما في الندوه الصحفيه قبل ما يتعب هذا الماتش قال لهم انه كلوب هو القدوه ديالي. يعني كلوب غوارديولا قال كلوب هو القدوه. يعني كلوب ما كيكونش ماتش عقدة أصبحت عقدة هذه المباراة اللي سيتي لا ينتصر على ليفربول. واحد النقطة اللي مهمة بالنسبة لشي يقول باقي أغويرو، لاعب أغويرو منذ لعبه مع السيتي ما عمرو سجل في الأنفيلد، هذه واحد النقطة اللي ما عمرو لم يسبق أن سجل على ليفربول في الأنفيلد. ما عمرو سجل معلومات قاموس معلومات هذا الأخ. المهم المشكل بدأوا بنفس الخطة، التكتيك 4-3-3 ضد 4-3-3. وإذا تتذكروا المباراة الفيديو الذي تحدثنا قبل المباراة قلت لكم أن ليفربول إذا اعتمدت على السرعة بالثلاثي الخطير صلاح وماني وفيرمينيو والسيتي لم تلعب بميندي اليوم لم يكن كظاهر، يعني لم يكن عندهم ذلك اللاعب القوي في الدفاع، ضربوهم. وعدم وجود محرز الذي يرجع للدفاع لم يوجد، برناردو سيلفا لا يرجع للدفاع، برناردو سيلفا يلعب من اليوم مكان محرز لا يعود للدفاع، هذا ايضا كان سبب من الاسباب التي محرز له مكان رسمي في سيتي. لكن غوارديولا له فكر كروي وما عرفش الفكر ديالو. ولا حين لاعب اخر، لاعب اخر من ستيرلينغ الذي كان يروي يخلق الحدث في الشامبيونز ليغ، اليوم لا ما ستيرلينغ
لا راه في الملعب موجود وغائب حاضر الغائب. ستيرلينغ اعتبره لاعب هاوي يعني لا يقارن ب بمحرز. محرز لاعب تقنيات لو ايضا ستيرلينغ عنده تقنيات فقط اليوم لا اعرف غائب لا يوجد في الملعب. أغويرو يضيع برناردو سيلفا يدير يحاول الصيادة ضربة جزاء وهي ليست ضربة جزاء. ولكن ليفربول في الأنفيلد فرأيت فابينيو تحدث عن فابينيو تلك ذلك الهدف الأنطولوجي يا حبيبي هدف صاروخي على طريقة تشامبرلين طريقة هدف خيالي فابينيو يسجل الهدف بتلك الطريقة أنا لم أصدق الهدف هذا ايضا صلاح ولكن صلاح هدف ديالو اعتبر اظن فيه وقت شك تسلل كاين شك تسلل اظن تسلل ولكن حتى واذا كان تسلل يبقى صلاح الفخر مصر الفخر يستحق بكل صراحه عودته للتهديف وماني ماني قتله ارسله من المقبره الخالق لاعب ممتاز في الميدان هو ماني احسن لاعب اعتبره في ليفربول وماني بدون منازع افضل من صلاح افضل من صلاح خذ التصريح الرسمي لا يخاف لا يعرف اي شيء ماني لا يعرف لا كما كيقول اللغه المغربيه لعبوا بالنفس الروح ديالو في وقت الميدان هادشي باش كيعجبني انا ماني انه لاعب ممتاز في ليفربول واش بالك دابا ليفربول تقدمت بنقط كثيره على السيتي هل يمكن للسيتي ان تعود في النتيجه ليفربول اظن هذا العام ديال الدوري الانجليزي ليفربول حداش دابا تقريبا راه 20 عام وما عطاش عام تقريبا ما تدوش والسيتي بعد تسجيل ليفربول على الهدف الاول تاهو في الملعب تاهو لم يعرفوا ماذا يفعلوا ليفربول تضغط وتحاول والسيتي نائمون في العسل لم يفعلوا اي محاوله خطيره وأغويرو يضيع شي اهداف ولكن حتى الهدف الذي سجله برناردو سيلفا دابا يوسف نهضر معك فماتش ديال برشلونة ايضا برشلونة كانت ترعب في الذهاب لكن مزال الفيل راه ذلك الجمهور يرعب ملعب صعب اللاعب راه نفسية اللاعب تلعب ديك فرقة الميدان ماشي اللاعب ديك الساعة تقريبا ليفربول راه عمر ما لم يسبق ان فازوا عليه في ذلك الملعب نهائيا السيتي عمر فاز في الفيل وزعما غوارديولا مدرب واسطوره والتكتيك و و و عكس ذلك كلوب فاز عليهم في الاتحاد في ملعب الاتحاد فاز الملعب ديال السيتي في الشامبيونز ليغ وايضا في الدوري الانجليزي كلوب في مباراه تقول عليه انه انتهى وبدا يتراجع وبدا لا يفهم كره القدم ولكن عندما في المباراة القمة يا أخي يظهر لك المدرب الواعي مدرب القوي يظهر في المباريات الكبرى وهذا كلوب يظهر لك فقط في المباريات العملاقة مع مباريات مثل وولفرهامبتون أو في هذه الفرق كلوب ترى لا يفهم شيء في كرة القدم ولكن هذه المباريات يصدمك بكل صراحة يصدمك اليوم ليفربول أكلت الملعب أكلت المباراة وأكلت الفرص وأكلت الخطورة وهي من صنعت كل شيء السيتي اليوم أنا أظن أن السيتي اليوم مثل أي فريق في المراتب الأخيرة اليوم ضد ليفربول هذه السيتي ليفربول أيضا ترعب خصوصا بهذا الأداء اليوم ليفربول تستحق البطولة ليفربول وتشكيلة ما يزعجك تشكيلة السيتي عندهم لاعبين وعندهم محرز في الاحتياط عندهم جيسوس في الاحتياط دافيد سيلفا كما قلت النفسية اللاعب التي تلعب في أنفيلد يعني أنفيلد كان عندك نفسية مرتاحة ما عندكش ستريس ما عندكش انتاج لا ينتظرك الكراء لا ينتظرك لا نحن هنا أخي لا نتحدث عن المشاكل نتحدث عن لا لماذا مش عن مشاكل كنشوف أنه اللاعب مرتاح في النادي في الفريق في الفريق ماشي مرتاح في نفسي أنا في فرقة الميدان ما عنديش ضغوط من الجمهور ما عندنا ضغوط سفيرات ولا شي حاجة ولا الجمهور أيضا راه له دور في الملعب يعني عندنا شي جمهور بحال ديال أنفيلد راه اي فريق غيجي تما كنا ننتظر مباراه قمه والاداء سيكون من الطرفين معا قوي ونصدم ان ليفربول فقط من تحكمت في المباراه ليفربول في انفيلد انا اقولها جميع الخصوم في انفيلد ليفربول لا ترحم ابدا ما هذا على ماذا سنتحدث هذو كيبانوا ربما قتلوا الدوري ربما انتهى جيم اوفر وقيل الدوري المشكلة الوحيدة عند اتحاد السيتي انها تراجعت بثلاث مراكز اصبحت في المركز الرابع بهذه المقابلة ليستر سيتي تقدمت عليها غوارديولا سيطردونك الان مانشستر سيتي انه الان حاليا في المركز الرابع
الرسميات هذا موسوعه يا اخي هذه اللعيبه هذا من الاباطره ديال التحليل في القناه وكان غائب لظروف قرائيه ودراسيه وقد عاد الان وعاد معنا ونشكرك على هذا التحليل. اشكرك سي يوسف عليك. ما هي توقعات لك للدوريات قبل ان ننهي توقعات الدوري الاسباني؟ هذا راه مالك التوقعات من سوف ياخذ الدوري الاسباني؟ الدوري الاسباني هناك شراسه ستكون بين برشلونه وريال مدريد. أظن ريال مدريد تحسن بكثير وكثير وكثير أيضا. من سيحسم الدوري من الأخير؟ من سيأخذ الدوري؟ الدوري أظن ريال مدريد أو برشلونة ما يهم اثنين. ريالي ريالي الأخ هذا ويعلم أن برشلونة من سيفوز ولكن يريد أن يوازن الله. لما الدوري حاليا ما زال ما بانش معالمه خصوصا في الكلاسيكو. الكلاسيكو على غيبة المعالم ديالو فيحسم كل شيء. الدوري الانجليزي من خلال المباراة الحسم اليوم ليفربول انتهت. انا اقول اقل من الدور الاولى لن تعمل عليها للمنتظر في الدور الثاني. هذا العام ليفربول كلوب مركز في البطولة. هذا الموسم مركز يريد البطولة هي اللقب التي لو اسمح لي ليفربول. البطولة الوحيدة التي لم يفوز بها هي كلوب ماشي ليفربول. كلوب هي الدوري عقدته. هذا الموسم مركز على الدوري. وبالنسبة للألمان ألمان باير 100% 100% هذيك هذيك حكمة الدوري ديك فرنسا باريس سان جيرمان إيطاليا إيطاليا هو الذي فيه المتعة. هل إنتر أم ليوفي؟ سنتابعها سننظر ننظر إلى تلفت له الهدرة مقابلات إنتر وليوفي. إنتر وليوفي سيحسمان على الدوري إما إنتر يا إما ليوفي. أنا أقول أن ليوفي لأن إنتر ستخبط في تشامبيونز ليج مع برشلونة وتلك المباريات تلك المباريات ستخرج عليها. أظن أيضا حداش ستبقى الانطلاقة الأخيرة دائما تكون عند ليوفي باش ديال تحسم الدوري. المهم هذا كان تحليل نظيف والعزيزي سيكون معنا في حلقات مرة وهكذا لأنه سوف ينتهي من الدراسة وسوف يبدأ معنا العمل على اليوتيوب إن شاء الله لنطور أحسن. شكرا مرة أخرى. السلام عليكم.